ربما بدون شك. أول شيء أنا بطلب من الجماهير دارة الكرمل إنه إن شاء الله يوم السبت راح يكون عندنا اللعبة اللي إذا بنفوز فيها تقدر زي ما بقولوا تخسر لآخر سنة أنت عمليا ضمنت الصعود، فعشان هيك أنا بطلب من الجمهور اللي نحن رافقنا خلال السنة إنه نطلب من الجميع كل واحد بيقدر يجيب معه بعد واحد أو اثنين يحضروا المباراة، بيكون كثير مهم لنا. نحن مش رايحين ننسى لا أنا ولا معاد ولا اللاعبين ولا الإدارة، بعتقد أنا في علاقة طيبة مع الإدارة، مش رايحين ننسى دعم المشجعين لنا السنة. وأكثر إشي كثير يعني كثير حبيناه لما كنا نروح على فرق نلعب بريد الدالي ونلاقي مشجعين للدالي أكثر من فرق البيتية اللي كنا نلعب ضدها، عشان هيك نحن بدنا نعطيهم هدية بسيطة اللي هي الصعود. فبطلب من الجميع إنه يتوجهوا يوم السبت على الملعب الكروي، وكل واحد بيقدر يجيب معه حدا كمان بهمنا الكرنفال الكروي. وبعد 17 سنة ما كناش في الدرجة الأولى، باعتقادي هذا إشي مهم إنه نحضر هاي الفترة أو اللحظة التاريخية اللي إن شاء الله بيكون على الجميع. وبس بدنا نشكركم كثير، أنا في اسمي وفي اسم اللاعبين بشكر، وفي اسمي معاذ بشكر جميع جماهير الدالي تكمل على الإطلاق، ونقول لهم نحن كثير يعني ساعدتونا السنة، وعشان هيك شو ما نحن بنعمل بنضلنا مقصرين معكم. نتأمل إنه في المستقبل القريب والبعيد يكون دعمكم للفريق سخي، وضلكم معنا وترافقونا في جميع المجالات. احنا كمان اذا الفريق غلب اذا غلب طبيعيا معناته انحسمت النتيجه. حتى لو بظل الخمس لعب يعني وخسرناهم الخمس لعب اللي جايين، لو خسرناهم نحن في الدرجه الاولى. كمدرب انا طلعت كلاعب كمدرب اول مره، بتامل ما تكونش اخر مره، ولكن المهم ان دلت الكلمة طلعت على الدرجة الأولى. مش مهم الفايد إذا طلع ولا لا، لأنه كان بهمني أنا من خلال بداية السنة. إحنا قلنا بعد اللي صار معنا في خلال السنة الماضية لما خسرنا في الاختبارات، إن حطينا هدف واحد إنه دلت الكلمة لازم تكون في الدرجة الأولى. الحمد لله قدرنا نحقق هذا الموضوع. طبعا أنا بحكي في اسمي وفي اسم الأخ معاد اللي هو مانجر الفريق، ونحن كطاقم مهني يعني انا بسمع نفسي احكي في اسمه، فعشان هيك احنا كان عندنا هدف واحد انه نصعد للدرجه الاولى. هذا واضح فايده، هذا واضح. احنا سالنا كثير اسئله لفايده حسون، احنا بدنا نساله هل طاقم هل كادر لاعبي الفريق اليوم سيكفي للدرجه الاولى في الموسم القادم؟ طلع انا حسب رايي انه في الدوري في كادر ممتاز. انا بامن في انه عشان نوصل في الدرجه الاولى لازم نبقي 90% من الكادر الموجود. فهذا اكثر شيء كثير نحن شفنا فرق اللي طلعت على درجات وغيرت تقريبا كل الكادر، هذا ما اعطاش نجاح. باعتقادي انه نحن عندنا عدا عن انه نجاح في الصعود للدرجه الاولى، كان عندنا نجاح كبير انه نحن طلعنا مع 8 أو 9 لاعبين محليين. باعتقادي اول شيء هذا كل احترام لكل اللاعبين، وثانيا باعتقادي في الدالي اللاعبين اللي بيكفوا للدرجه الاولى ممكن يكونوا كمان نجوم في الدرجه الاولى. اذا اللاعبين بيكفوا اخ فايد، هل تعتقد انه الملعب استاد في الدالية الكرمل بكفي للدرجه الاولى لتدريبها؟ احنا قلنا هذا الشيء وانا في شايف الاخ ابو يوسف كرمل، وقلت له انا باعتقادي انا كثير تربطني علاقه طيبه مع الاخ كرمل، فانا قلت انه عشان يكون في نجاح كبير له لرئيس المجلس، وانا حابب انه هو كمان ينجح. بعد اللي صار في الدوري في مده 20 سنه لورا كله قال بدنا نعمل مدرج، بدنا نعمل ارض ملعب تلايم او تليق بدل ملعب تدريبات، ملعب تدريبات. فباعتقادي اليوم بطل في محل يعني لدالة الكرمل يعني انه يكون فيش فيها على الاقل ملاعب اثنين، واحد للتدريب وواحد للاستاد اللي ممكن نلعب فيه. باعتقادي في كل قريه اليوم ليش نقول مدن، في كل قريه عربيه نحن نضم حالنا لوسط الدرزي والعربي، يعني في كل قريه في ملاعب منشآت احسن من في الدالي. واحد هون يستقع يستمع التلفاز.